اكتب الاهداف تبعتك، طبعا سامعها اكيد من كل الناس اللي بتحكي في اي نوع من انواع البزنس وفي اي نوع من انواع اي حدا بيحط اهداف في حياته اكتبها. مهم كتير انك تكتب الهدف تبعك. ليش؟ لانه انت لما تكتب الهدف بدنا نكتب الهدف وبدنا نكتب الخطه اللي بدنا نمشي عليها. مثلا بدي انحف 15 كيلو، بدي اشيلهم هدول من جسمي 15 كيلو، راح اكتبهم انه انا عمالي بعملهم ريليس، بترك هدول 15 كيلو من جسمي، وبنفس الوقت بدي ابدا خطتي اني اتمرن 3 ايام. دائما خلي الخطه عندك رياليستيك، ما تكون الخطه انه كتير انه والله بدي ابدا بدي اعمل 5 ايام 6 ايام واكتب 6 ايام، بعدين تلاقي حالك باخر الاسبوع انت اول اسبوع لسه مبلش عامل بس 3 ايام. فبلش بخطه رياليستيك، شوف انت فعليا قديش بزبط معك، حتى لو يوم واحد في الاسبوع اكتب انه انا حبلش في اليوم الفلاني في الساعه الفلانيه، اذا انت بلش باول التمرين لاول مره في حياتك.